في شيء غلط افهمني أرجوك افهمني. دوري هلا استفرد محمد بعد اذنك. لحمي ايامها حسين طب علي طب في البيت طب كانت تجيب في البيت. ولا 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 بدك ممكن تكون تسافر. مين بتسمع من هذول الفنانين؟ انت جهاد انت اخ والله انت اطيب من قلبك والله ما بعرف علي والله حبيبي الدوحة. جهاد سركيز كل شوي مطلع له دوحة ارواحنا بتخفف الناس بتخفف ارواحنا في يعني الناس كانت مكتئبة وتعبانة بدك تطلع حدا يعني يفرحها الصراحة. بين هدول الثلاثة بدنا نجوزك. قصة عشق من وانا عمري 17 سنة يمكن او اصغر. يأتيكم في الأوقات التالية على A1 TV.